والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني الحضور ورحمة الله وبركاته. يعد المسرح من صور يعد المسرح صورة للواقع الاجتماعي التي يمكن فيها للمجتمع أن يشاهد نفسه. المسرح هو عين الكاميرا التي تصور المجتمع بمشاهده وتعرضها للجمهور على منصة العرض لكي يحكم عليها ويرى الصالح والباطل منها فيجد الحلول المناسبة لواقعه المعاش. إنه يمثل جانباً مهماً وحيوياً من جوانب الحياة الاجتماعية، إذ إن أغلب الصراعات الإنسانية والأمور الحياتية تمثل على خشبته، فهو ليس لمجرد التسلية والترفيه، بل من أجل اكتشاف الذوات ومن أجل التطهير لتوليد طاقة محفزة على التغيير الاجتماعي. وقدرته على التأثير الفردي والاجتماعي هي من الأمور التي لا نجد فيها أدنى شك. فالمسرح لم يكن مجرد مكان لتمثيل الأعمال الدرامية، بل هو مدرسة لها شخصياتها المثالية وصفاتها وعناصرها الخاصة. ولم يكن العاملين فيها يعملون منفردين ضمن منفردين، بل يعملون ضمن مدرسة، بل هناك تربطهم روابط وثيقة بالمجتمع، مما جعلهم يشتركون في العملية المسرحية لخلق المفاهيم الأساسية للمسرح وتحقيق المعادلة المسرحية القائمة على مشاركة الجمهور في الحدث المسرحي. إذن هناك الكثير من المعارف التي يمكن للمسرح أن يقدمها للمجتمع بطرحه للمواضيع والمشاكل الأساسية على منصة العرض وإيجاد الحلول المناسبة لها. وكلما كان المسرح متوغلا في هذه الأمور، يكون من البديهي أن يمثل المرآة التي تعكس صورة المجتمع وواجهته التي ترتقي بها إلى مصاف التعبير الإنساني، ليجتذب الاهتمام والإثارة باعتبار أنه ينجح في أغلب الأحيان في الوصول إلى هدفه المنشود في التأثير في المشاهدين أو المجتمع ككل. هذا كله يقوم به أشخاص أو مجموعة أشخاص هم الممثلون، يساهمون في التأثير على المشاهدين لإعطاء المعنى الأساسي للإثارة الممكنة للمسرح بمعناه الشامل على المجتمع، سواء كانت هذه الإثارة إيجابية أم سلبية. من هذا المنطلق والإلقاء الضوء على هذه العلاقة، يسرنا في منتدى الثلاثاء استضافة فرقة آفان للفنون المسرحية للتعرف على هذه الفرقة أولا، ثم الإلقاء الضوء على هذا الموضوع ثانيا. فرقة آفان للفنون المسرحية تأسست في عام 2000 ميلادية 1421 هجرية في زيهات، من قبل مجموعة من الشباب هم عبد الله الجفال، أيثم حبيب، محمد الحلال، حسين يوسف، زكي الدبيس، محمد السبع، بهدف المساهمة في خلق مسرح راقي في المنطقة. شاركت هذه المجموعة في مجموعة من المشاركات محليا وخليجيا لمجموعة من المشاركات، منها رحلة العيد عام 1421 على مسرح الزواج الجماعي بزيهات، وبريد حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد 2007 على الصالة الخضراء بالدمام، حكايات مشفرة في المهرجان الخليجي الثاني في دولة البحرين، حين ينسكب الماء في مهرجان جسر التواصل في عمان. الفرقة تتعاون مع العديد من الفرق المسرحية في المنطقة وفي خارجها، كما حصلت الفرقة على جائزة أفضل عمل إخراجي في مسابقات المسرح المفتوح والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام في الأعوام 2003 و4 و5. تفاصيل السيرة الذاتية وبدايات الفرقة والمراحل التي مرت بها والصعوبات التي واجهتها والرؤية المستقبلية والرسالة التي تحملها نتركها للأخوة الضيوف الذين نستضيفهم في هذا المساء، وهم هيثم حبيب والذي يحمل بكالوريوس إعلام إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو صحفي بجريدة الرياض.
وكانت انطلاقته المسرحية من خلال المسرح المدرسي عام سنة 1414 هجرية من خلال مسرحية ابن الطواش من تأليف وإخراج الفنان إبراهيم جبر. شارك بعدها بالعديد من المسرحيات الاجتماعية على خشبة مسرح الزواج الجماعي بزيهات. بعدها درس الإعلام في الجامعة ليحتك ببعض أساتذة المسرح هناك. له بعض المشاركات التلفزيونية حيث عمل كمساعد في مسلسل أبطال الحروف إضافة للتمثيل في بعض المسلسلات التلفزيونية. ألف وأخرج العديد من المسرحيات للأطفال والكبار في الأسد الهارب والمغارة السحرية ودنيا دوارة وحريجة ونادي الفريج وأولاد ألفين وزورو وحبوب المحبوب والتي شاركت في مهرجان الجنادرية الأخير إضافة لمهرجان الطفل الأول والذي أقيم في الرياض. الأخ الآخر ناصر عبد الواحد وهو يحمل دبلوم تجاري وهو مستشار مالي في بنك الجزيرة. وكانت انطلاقته المسرحية من خلال المسرح المدرسي على يد الأستاذ طاهر البحراني، ومن ثم كانت له مشاركات مسرحية من خلال مسرح نادي الخليج لينضم بعد ذلك لفرقة آفان سنة 2001 من خلال مسرحية نادي الفريق ليشارك في أغلب أعمال الفرقة. وأبرز مشاركاته شباب مية مية، الدلوع، خبصة وخبصتين، دنيا دوارة، وشعوذة البحث، والبحث عن الكنز، وعرس الفلس، وكسر حاجز الصمت، من وشباب المدرسة. وهو مشرف على موقع المسرح في منتدى الخليج ومنتدى الساحل الشرقي. أخرج عدة مسرحيات منها بالمقلوب ورحنا فيها. كمان استضيف الأخ محمد صالح الحلال وهو من مواليد سيهات عام 1974، بكالوريوس فنون جميلة ومدرس تربية فنية. ألف العديد من النصوص المسرحية منها راحت رجال، شباب مية مية، الحسين لكل الناس، أتوب بالحسين، شعلة وقودها الدماء، حكايات مشفرة، أحمر أخضر، شطب نهائي، بعض النظر، وراني ورحلة الغربة، وعزام والمارد وهما للأطفال. أخرج ومثل وصمم سونوغرافيا العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحة من، كسر حاجز الصمت، عزلة فنان، النوم الأخير، رحلة بحث. لحن وكتب عدة أغاني لمسرح الطفل. شارك في عدة معارض الفنون التشكيلية وفاز بثلاث مرات متتالية بجائزة أفضل إخراج في مسابقة المسرح المفتوح والتي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالدمام، كما فاز بجائزة أفضل عمل متكامل مرتين، وفاز بجائزة أفضل تقنية مسرح، وحصل على شهادات تقديرية. من هواياته المسرح والرسم والموسيقى والشعر والرحلات والفروسية. نترك المجال للأخوة لإلقاء الضوء على تفاصيل، أولاً تفاصيل السيرة الذاتية لفرقة أفنان، ثم يتحدثوا عن رؤيتهم ورسالتهم المستقبلية في من خلال المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً أستاذ ناصر، شكراً لأخواني الحضور، حضوركم هذه الأمسية إن شاء الله تكون يعني أمسية مسرحية فنية اجتماعي ثقافي ان شاء الله تكون. في البدايه نتكلم عن بدايه فرقه افان، او يعني انطلاقه فرقه افان اللي كانت سنه 2000 وسبب اختيار اسم فرقه افان. طبعا البدايه كانت سنه 2000 مثل ما تفضل الاستاذ، ولكن هناك تجارب مسرحيه قبل هذا التاريخ لجميع الاخوان واعضاء الفرقه يعني. طبعا في البداية اجتمعنا مع بعض، خصوصا يعني بعد ما شفنا بعض التجارب لبعض الفرق في المنطقة، يعني كمثال فرقة مواهب وبعض الفرق ما تحضرنا اسمها. يعني جاءت هذه الفكرة في بالنا، ليش ما تكون عندنا فرقة بمسمى، فرقة منظمة، فرقة يعني تحتوي على الهيكلة الإدارية، الهيكلة الفنية بجميع النواحي يعني. صار هذا يعني صارت اجتماعات في البداية، وبعدها جينا طرحنا بعض الأسماء للتصويت بين الأعضاء، وكانت التصويت بالإجماع لاسم فرقة آفان
اللي تقدم فيه الاخ زميل الكمال الحرام. طبعا اسم اطان سر تعلقنا بهذا الاسم او اختيارنا لهذا الاسم هو اسم من اسماء سيئات القديمه. يعني قديما ما ادري سنه كم، ولكن يعني وردت او خلينا نقول اطان هي اسم من اسماء سيئات قديمه معناها في اللغه النخل والماء، ورد ذكرها في مؤرخات المسعودي كما جاء ذكرها ايضا في ديوان الفرزدق عندما ذكر اسال زيادا الم ترجع رواحلنا ونخل اطان مني بعده نظر. فالاسم يعني يحمل تاريخ كبير جدا لسيهات وللمنطقه ايضا. وكانت انطلاقتنا يعني من بعد الاختيار الاسم ومن بعد تنظيم الفرقه، تنظيم هيكلي اداري فني من خلال مسرح الزواج الجماعي في سيهات. طبعا كانت المشاركة قبل هذا التاريخ، ولكن كانت باسم فرقة آفان هي أول مسرحية رحلة العيد سنة 1421 مع بداية انطلاقة الفرقة. كانت من تأليف الأخ حسين الديوي وإخراج محمد السبع. يعني هذا من بداية الفرقة. بعدها طبعا انطلقنا يعني الأعمال الاجتماعية، الأعمال الدينية، الأعمال التجارية نوعا ما. يعني هذه المراحل. بعد دخلنا إلى المسابقات أيضا والمشاركات الخارجية، يعني لازلنا في منطقة الخليج حاليا، ولكن أعضاء الفرقة وصلوا في مشاركات عربية يعني مع جمعية الثقافة والفنون مثلا. هذا بالنسبة للبداية تقريبا والمراحل أيضا. تفضل أستاذ. يعني لو تحدثون عن مشاريعكم المستقبلية إذا كان موجود، أو رؤيتكم المستقبلية. رؤيتنا المستقبلية تفضل. تعرف عفوا باسم حتى. ناصر عبد الواحد عضو في الإتاحة. طبعا أكيد أكو في رؤية مستقبلية وعندنا أعمال موسمية نكون مخططين لها من البداية. دائما نستعد الآن لعمل مسرحية تجربة جديدة لفرقة آفان، بس ما هي جديدة على المنطقة. مسرحية تحمل جو الرعب، راح يقدمها إن شاء الله في جمعية الثقافة والفنون فرع الكرماء بعد شهر من الآن تقريبا 29/7 إذا ما تغير التاريخ. وبرضه قاعدين نستعد لدخول في المسابقة في رمضان، برضه في مسابقة جمعية ثقافة الفنون للعروض القصيرة. وأيضا الآن تم الاتفاق مع نادي الخليج وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية نقدم عرض، برضه عرض اجتماعي في العيد إن شاء الله. هذا بالنسبة لأعمالنا القادمة. أيضا في عندنا رؤية مستقبلية نقدم أعمال الحين ما شاء الله، يعني على مستوى المسرح قدمنا أعمال كثيرة، وناويين في الفترة الجاية إن شاء الله وقاعدين نرتب لها ونطبخها على النار هذه، نقدم أعمال أفلام قصيرة أو سينمائية. يتم الاتفاق الآن بيني وبين بعض الجهات المختصة، وإن شاء الله الأيام الجاية نبتدي نخوض معترك الأفلام القصيرة. ايضا للمشاركات دوريه، مثلا شهر محرم في المسرح الحسيني تقريبا الان صار لنا 5 سنوات على طول في محرم، يكون لنا لابد عمل يقدم في موكب الامام الحسين. في المسابقه برضو يعني لنا تواجد بشكل مستمر من ناحية مسابقة أو أعمال خارج المسابقة. هذا بالنسبة للأعمال المستقبلية. شكرا. لم تحددون عن العقبات أو مدى تفاعل المجتمع معكم يعني؟ الاسم قبل لو سمحت. أنا بالحلال. السلام عليكم. صعوبات والعقبات أصعب
سؤال أعطتوني إياه، لأنه أصعب سؤال ربما من كثر الكلام أو من كثر الأشياء اللي الواحد محزون في رأسه ما يحتاج للتحضير، بس أسأل الله أن الله توفق أنه توفق أنه يعني أقدم الشيء اللي في رأسي يطلع كده. أول حاجة ودي أشكر المسرحيين اللي جاءوا اليوم، فاجأت حضورهم وهذا عشان بهم دائما ما بين معهم، يعني نعتبر احنا فرقة واحدة أظن وبرعان خلاف الأسماء. وأيضا الشكر الجزيل للمحضر المثقفين وأهل المنتدى هنا. طبعا الصعوبات أصعب ما تواجه المسرحية الحالي في المنطقة هو أنا يعني هذا في وجهة نظري يعني، بس يعني من على محمد لكم أحمد. أصعب الأشياء هو بعد المثقف الآخر عن المسرحية، يعني الكل يعني يصبح في فضاء مختلف عن الفضاء الآخر يعني. هذه أنا أعتقد مشكلة. إذا إحنا جينا نفكر ونتحرك يعني أو نشتغل كحراك جماعي حتى ننمي الثقافة والوعي ونسعى للمجتمع إلى يتقدم الخطوات الأمام، إذا شفنا إن المسرحي اشتغل لحالة والأديب لحالة والفنان التشكيلي لحالة والمثقف لحالة، جميع هذه الأصناف ما في تداخل ما في انسجام ما في، هذه من أصعب الأشياء. ولا صار يعني تعبير البلد في واحد يمشي محل يعني بدون تكوين مفهوم عام. أنا أعتقد الطرح الجماعي أو التفكير الجماعي في أي فن أو أي حاجة المفروض أن تكون بشكل جماعي حتى نحقق أفضل النتائج. هذه صعوبة عامة، بس في صعوبات تخص المسرحي نفسه. تنقص المسرحي هنا في المنطقة أساس نقدم مسرح جار ومسرح بلد. هل لا توجد كوادر؟ لا توجد كوادر، كوادر على مستوى عالي، فنانين وفنانون مستواهم متميز جدا، وإن كان ينافس يعني أنا بدون مبالغة ينافس حتى ممثلين كبار مثال جبل كتاب نصوص، في نصوص عندنا فازت بس المثقف اللي هنا ما يدري إن هي فازت، عندنا ممثلين فازوا برا بس اللي هنا ما يدري إن هذول فازوا، عندنا على مستوى السينوغرافيا أو الديكور على مستوى المكياج على مستوى جميع هؤلاء موجودين، بس اللي ينقصنا إحنا ربما البنية التحتية الفنية للفنان نفسه وانشغال رجل الأعمال وانشغال المثقف وانشغال جميع هؤلاء يعني الطبقة المعنية المجتمع انشغالهم عن هذا الفنان أو عدم تقديم الدعم الكافي له سواء كان معنويا أو ماديا أو أي جانب. هذا باختصار شديد وأترك لكم الأسئلة. اسمح لي إضافة بس بالنسبة للصعوبات، يعني من أصعب الصعوبات اللي تواجه الفنان المسرحي أو الفنان بشكل عام، يعني سواء فن تشكيلي أو كتاب أو أي فنان، يعني تقدير الجهود المبذولة. يعني الفنان يقطع من وقته كثير جدا، يعني سواء في العمل في التحضير في البروفات في يعني حتى لما يكون مع أهله يكون أساسا بادر مو مع أهله أو مع عمل مثلا في وظيفة، يكون بادر مع العمل اللي هو قاعد يشتغل عليه العمل الفني كان سواء مسرح. ف يعني لكم ممكن تتخيلون عرض ساعة مثلا ساعة زمنية فيها بروفات مدة أقل شيء، إذا كان العمل يحتاج إنه يعني بيطلع بشكل جيد أقل شيء شهر، هذا
هذا مجرد عرض ساعة فقط، فما بالكم لما تكون عرض يحمل يعني بين جوانب يعني أمور صعبة، مثلا يعني التمثيل يعتمد على الحركة الجسدية بشكل كبير، يعتمد على حالة نفسية لازم يمر فترة طويلة علشان يوصل للحالة الزمن النفسية اللي يبغى يعرضها قدام الجمهور. كل هذا الوقت اللي يضيع من الوقت والجهد والطاقة اللي تضيع من وقت الفنان في الأخير يقابلها بإيش؟ مثلا عملكم يعني يوصف العمل بوصف لا يعني حتى وإن اختلفت الأدوار، ولكن يوصف العمل بشيء ما هو جيد يعني. طريقة يعني ما فيها أي دبلوماسية في إيصال الفكرة مثلا أو في النقد يعني. هذا بالنسبة للتقدير. أيضا من الصعوبات اللي لا تخفى عليكم خشبة المسرح اللي احنا يعني نبكي ونصيح ونصارخ وأحيانا نختلف مع كثير من الجهات عشان خشبة المسرح. تعبنا مثلنا يعني في كلمة للأخ محمد حلوة كانت في جريدة يعني ما نبغى نموت احنا على نمثل على التراب يعني. هذه كانت تندرف للجمعية، كانت جمعية ثقافة الفنون، كنا نمثل على في الحديقة الخارجية لمقر الجمعية لأنه ما كان في مسرح. هذا كان سابقا، ولكن حاليا بالنسبة لنا احنا ك يعني أبناء مثلا محافظة القطيف، القطيف على حجمها هذه كلها كم مسرح فيها؟ مسرح واحد في الخدمة الاجتماعية في القطيف وما هو مفتوح يعني بشكل سهل يعني استخدامه للفرق. يعني مثلا فرقة أفان لما نجي بنعرض على خشبة مسرح الخدمة الاجتماعية، أنتم يا أفان تتبعوا المظلة اثنين يعني ما نتبع المظلة أحد. طيب إذا ما كان في مظلة ترعانا احنا من اللي يعاننا؟ كيف نقدر نعرض؟ كيف نقدر نوقف على الخشبة المباركة هذه اللي يعني غير مسموح لنا الوقوف إلا بخطاب اعتماد ما أدري من أي جهة يعني. هناك مسارح مغلقة يعني بعض المسارح موجودة مثلا بعض المدارس الأهلية مثلا أو الحكومية مغلقة. المدارس الحكومية لازم تكون أنت يعني أما أن ترجع لهم يعني كيف ترجع لهم يعني تكون طالب مثلا خلاص راحت عليها. طيب المدارس الأهلية يمكن بعض الإشتراطات من ناحية المادة ما مادة هذا تفتح لنا نقطة المادة أيضا كصعوبة نواجهها أيضا. المادة يعني مادة سواء في تأسيس العمل المسرحي ما يقطع عليكم أي عمل مسرحي يحتاج مادة ميزانية عشان يقوم هذا العمل من ناحية ديكور من ناحية إعلام من ناحية وغيره 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 يعني مستلزمات المسرحية نفسها من وين ندفعها؟ طيب احنا لا أخفى عليكم احنا ندفعها من جيوبنا لأن أكثر المسرحيات اللي نقدمها بدون تذاكر يعني المسرحيات مثلا اللي دخلنا فيه في المسابقات والحمد لله يعني أخذنا جوائز فيها كلها من جيوبنا واحيانا يعني مو من جيوب نقول من جيب واحد مو من جيوب من جيب واحد يتكفل فيها واحد يعني او اثنين او ثلاثه اغلب اعضاء الفرقه يكونوا مو الفرقه الفرق خلينا نقول الفرق المسرحيه كلهم يعني ان كانوا طلاب او موظفين واذا كانوا موظفين فدخلهم يعني ما يسمح لنا تقطع منا بعد 500 ريال والله 1000 ريال عشان مسرحيه وتعرضها لمره واحده فقط يحضر فيها 20 او 30 يعني على سوء احتمال. إذا المادة هذه نقطة يعني مهمة جدا يعني. يعني إذا تسمحون لي بعد يعني آخذ شوي بس من الوقت. أحيانا إحنا كفنانين نقدم بعض الأعمال وتنال على استحسان كبير جدا جدا جدا. على سبيل المثال في السنة من السنوات ما أذكر تاريخ الأخوان كذا يذكرونها قدمت مسرحية خمسة وبعدها خمستين. مسرحيتين جزئين. المسرحيتين هذه اخذت يعني نالت على استحسان كبير جدا 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 في سيهات في المنطقه يعني في القطيف. حاليا تفاجئنا ان بعض الاخوان اللي حبوا المسرحيه هذه نزلوها على موقع اليوتيوب ايضا يعني في الانترنت. ويطالبوا ان احنا يعني نقدمها مره ثانيه او ثالثه ولكن الحمد لله بيكون في جزء ثالث ايضا لها. هذه المسرحية كانت تعرض أيام العيد في فترة يعني وأنتم ما يخفى عليكم فترة العيد تكون موسم مسرحي في الخليج مجملا يعني
فالاخوان بعض الاخوان حضر مسرحيه عندنا، ويوم ثاني راح البحرين حضر مسرحيه مثلا، اي مسرحيه من المسرحيات الخليجيه الموجوده في البحرين، يفاجئ ان مسرحيتنا افضل كثير جدا 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 عن المسرحيه اللي قدمت في الخليج اللي مثل فيها محترفون، محترفون مسرح او محترفون فن. اوكي؟ ويرجع عندنا مره ثانيه، يحضر مره ثانيه عندنا، يعني حضر عندنا يوم، يوم ثاني راح للبحرين، يوم ثالث يحضر عندنا. فاللي يصير وتذكرتنا احنا كم؟ 20 ريال بالماكسيموم، يعني طبعا 20 ريال ونحصل معارضات كثيره، ليش 20 ريال؟ من هم انتم 20 ريال؟ بينما هناك في البحرين اقل تذكره ب 70 ريال تقريبا او 80 ريال، واغلى تذكره بعد اعلى. فهذا من باب التقدير يعني. ايضا نواجه مشكله التقدير من قبل المسؤولين. يعني طبعا ما ذكرت لكم ان هذا خمسه او خمستين على مسرح مكشوف، طبعا نتعرض للعوامل الجويه سواء برد او حر او رطوبه او خلافه يعني، وغير التراب اللي في الارض يعني، وغير المطر اللي ينزل علينا ايضا. بالنسبه للتقدير من بعض المسؤولين، لكم انكم تتخيلوا شباب ان احيانا يعني كان بينه وبين احد المسؤولين اتفاق ان احنا نعرض مسرحيه عندهم، وصار في اختلاف مادي بيننا وبينهم بسبب يعني ان احنا كنا نقول نحن نستحق اكثر من هذه النسبه اللي راح تعطيني اياها. فايش قال لنا؟ قال انا بامكاني ان اتجاهلكم واجيب فنان يعني مثل داود حسين او مثل اي سين من الاسماء، اوكي؟ واخلي احد يمثل عندي. طبعا يعني نكون واقعيين، فنان مثل داود حسين او غيره ما بيجيك مجانا، فبيطلب منك مبلغ وقدره يعني، خصوصا اذا كان موسم. هذا المبلغ وقدره احنا ما نبغى الا، وانا ابغى نصه، ابغى جزء بسيط يغطي بس مصاريفنا. هذه المشاكل اللي نواجهها احيانا مع بعض المسؤولين. أنا آسف طولت وايد في هذه النقطة، ما أدري نستقبل إذا كان في مجال الأسئلة أو أحد عنده سؤال؟ تفضل نتعرف بالاسم لو سمحت يعني. طيب. زين شكرا لك. شكرا لمتابعتنا والاستضافه، وشكر للشباب وجهودهم وتطرقهم لموضوع المسرح في المنطقه. انا صراحه ما عندي سؤال، يمكن عندي بس كلمه حق الله في حق فرقه افعال. فرقه افعال هي نموذج صراحه، ولا الكلام من قال قدامهم من زملائي، ولكن هذه حقيقه. أنا في كل حديثي الجانبية أخذ فرقة أفعال كمثال. ليش؟ لأنهم بدأوا صح، وإحنا عندنا لما بدأنا المسرح في المنطقة إن ما نمشي مع موجة المسرح التجاري ولا المسرح الأزلي اللي زي ما قالت سيد ممكن نجني من وراء فلوس، لكن الهدف الاساسي للمسرح يضيع. فقط افعل، ويمكن تكون شهادتي مجموعه اذا كنت بعد فرقه معاهد، لكن اعيد واقول ان هذه كلمه حق، ودائما كلمه الحق تكون واضحه. اخذوا على عاتقهم رساله الفن الهادف او الفن زي ما سماه محمد استاذ محمد الحلال، هو الفن الجاد، المسرح الجاد. وللاسف يعني على مدى السنين كان في عروض قويه جدا يعني، ونصوص قدمت في مسابقه المسرح المفتوح في جمعيه الثقافه والفنون في الدمام. المسمى يقول مسابقه المسرح المفتوح، بس احنا كنا في داخل جدران مغلقة وحضور جدا محدود، وزي ما قال الأستاذ هيثم أن كنا في رمل في حول جدران المبنى الجمعية، بس ما منع أن نتقدم صراحة والحمد لله
عمود جدا كانت قوية، وعزلة فنان كان عمل جميل وغيره، وخرج من هذه المسابقة المزبلة الفاضلة لكاتبنا المعروف الكبير عباس الحايك اللي شاركت في جمهورية مصر العربية وفي الجمالية. اللي بقول ان يا ريت، انا ما اجبر احد طبعا ولا نبني على احد، ولكن ان الفرقة الافان تتخذ كمثال في طرحها، في توضيحها، في مثابرتها، في استمراريتها في العمل، لان زي ما قال اخوي ناصر في اعمال مجدول، في اعمال في مناسبات معينة من تسمين أنتم كفنانين في تقديم عمل مسرحي معين، وهذا بالإضافة إلى الأعمال الثانية. وصدقوني يا شباب إخواني الحضور، أن الإخوان من كثر ما في من أمور الفنان المسرحي في المنطقة ما قالوا شيء من المعروقات اللي تواجه المسرحي في المنطقة، ما قالوا شيء، هذه نقطة من معها، ولو ما يقولوا يمكن يقعد الصبح. فعموما الله يعطيهم العافية، وما ندري يمكن يجي يوم خلينا نكون مساعدين، يجي يوم. ولذلك يعني في نقطة مهمة ذكرها أخوي عبد الناصر عبد الواحد، أن في خوف على المسرح ان الفنانين ينتجوا الافلام القصيره. يمكن واحد يقول لي ليش الخوف؟ لان ما دام انتم عندكم رساله معينه بتوصلوها، فهذه نوع من الطرح، يعني تطرحها على الخشبه او تطرحها في فيلم. في اختلاف، في اختلاف كبير جدا. المسرح انت قاعد تقدم فن مباشر على خشبه سواء كان او غير الافلام القصيره. فكل التوفيق لفرقه الافعال وفرق المنطقه، ويعطيكم العافيه. انا لدي تعقيب وسؤال. التعقيب هو للفقره اللي طرحها سيد هيثم ومحمد مع بعض العقبات. اتوقع ان بالنسبه يعني مساله التقدير، يعني اعتقد يكفي ان هنا ما يقارب 60 شخص موجودين يتابعون يعني مساله معينه حول المسرح وحول الفن. اعتقد هو نوع من التقدير. خلينا نرجع الى المسابقات اللي تقيمها جمعيه الثقافه والفنون على مدى الخمس سنوات اللي ماضيه. كم عدد الحضور اللي يحضر في المسابقات؟ اكثر من 150 ل 200 شخص. المسرحيات لما تعرض الان، المسرحيه اللي عرضت الاسبوع قبل الماضي انا حضرت فيها، تقريبا يعني في عدد كبير من الحضور يفوق ال 150 تقريبا، يعني وهي مسرحيه الان ضمن الجدول حاطينه في جمعيه الثقافه والفنون. يمكن تكون هذه نوع من الدعايه الى البرنامج. جمعيه الثقافه والفنون قاعده حاطه برنامج على مدى شهور السنه كلها تقريبا، الى يغطي الصيف كله. كل اسبوعين في عرض مسرحي يوم ليله الخميس وليله او ليله الاربعاء او ليله الخميس الجمعه اتوقع يعني. فكل ثلاث اربع اسابيع في فرقه مسرحيه قاعده تعرض عرض مسرحي على مدار السنه. في السنوات السابقه طبعا لعدم توفر مسرح في جمعيه الثقافه والفنون كان من الصعب انهم يعرضون هذه العروض، فكانت العروض موسميه فقط في رمضان او في كل ست شهور او بين فتره وفتره تصير عروض مسرحيه. فهذا اتوقع انه يعني خلينا نقارن مثلا على كلام ايضا محمد الحلال اللي يقول المثقفين ايضا جهودين او يعني ما يقدرون او ما انا ضد هذه المقوله. ليش؟ اولا هو محمد اكثر الناس معرفه في انه هو هناك في رحله ثقافيه كل ثلاث شهور او كل ست شهور يحضرها مثقفين من جميع انحاء المملكه ومن خارج المملكه، والرساله الكبيره للرحله هذه هي رساله فنيه، يعني دعم للفن اكثر منها دعم للجانب الفكري او الادبي في عموم الثقافه. ففي تواصل كبير بين الادباء وبين المثقفين وبين المسرحيين، يعني كجهه تبادليه. يعني خلينا نقارن مثلا بين عرض مسرحي وبين امسيه في جمعيه الثقافه والفنون او في اي مكان ثاني اللي ما يحضرها في بعض الامسيات الا 10 اشخاص او 15 شخص، بينما اي مسرحيه حتى لو هي مسرحيه تجريبيه مثلا، بحيث انه يمكن البعض ما يفهم رسالتها او شيء، واحد منهم انا،
في صنف حضور جيد يعني ما يقل عن 100 شخص حضور المزرعة. زين إذا تسمح لي بس تقدر تقارن لكن أيضا أنا ما قاطعتك ما يخالف زين لأن أمون عليك تفضل بس تقدر تقارن بين مثلا مسرحية ومباراة كرة قدم. لا 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 هذا شيء ثاني هذا شيء ثاني. تقدر تقارن بين عدد صفحات الرياضة في جريدة وصفحة ثقافية هذا شيء ثاني هذا شيء ثاني بكمل كلامي هذا كتقدير يعني بكمل كلامي فمن يعني مقارنة أرجع لكلام محمد الحلال بأنه بين الأدب والثقافة وبين المسرح الجسم التقدير إلى المسرح أكثر بكثير من تقدير إحنا نكتب قصة صار لنا 15 سنة وما حد يدريبنا أكثر من 20 سنة وتكلمت أنا في هذا المنبر قبل أكثر من سنة تقريبا وقلت الكلام هذا ما حد يدريبك أصلا بينما أنت في المسرحية الخمسطين كان حضور 800 شخص زين صح ما في تقدير مادي أنا أرجع أيضا إلى كلمة التقدير المادي هو الأكثر الصعوبات بالنسبة لكم محتاجين إلى دعم مادي صح زي ما قلت ما في مسارح أنا وياك ما في دعم صح المسؤولين ما يجاوبون صح أما التقدير اسمح لي اثنينكم اسمحوا لي يعني بالنسبة خصوصا لمحمد حلال المثقفين جدا في المنطقة الشرقية خصوصا ما في تجمع مسرحي أو فني إلا المثقفين يحضرون حتى السينما المهرجان اللي صار أو مسابقة الأفلام من السعودية كان حضور مثقفين واضح يعني صح قليل بس واضح يعني في كثير من المثقفين مهتمين يحضرون والأحداث اللي صارت في عمان بدعم كبير من المثقفين ما هم المسرحيين حسين الجفار وجماعته في الوعد الثقافي هم مثقفين بالأساس يعني بالتالي بعضهم حتى حسين الجفار ما يهتم بنفسه يعني كشاعر ما يهتم بنفسه ويركز على المسرح وعلى القضايا الأخرى الموسيقى وغيره أكثر من تركيزه على الجسم وهذا إشادة لابد منها يعني على اساس ان الواحد اعطاء لكل حق حقه. معلش لو اخذت من وقتكم شوي معلش. احنا بحاجه في الواقع الى ما يسمى بثقافه المسرح. يعني في كل العالم لو لفيت العالم في شيء يسمونه اين تذهب هذا المساء. يعني معروف في خيارات للعائله اليوم يروح سينما يروح اليوم يروح مسرح اليوم يروح ما ادري ترفيه عائله ما ادري ايش احنا هنا خيارات هذه معدومه عندنا. فبحاجة أنا دائما أتكلم في نشرت مقال قبل تقريبا سنة أو شيء إنه إحنا بحاجة إلى مراكز ثقافية تكون مكان إلى كل العائلة بحيث أنا أروح مع زوجتي مع أولادي مع بناتي وما خايف أروح مكان ما أخاف عليهم إنهم يطلعون أفلام ما هي زينة مثلا أو شيء كذا فإذا كانت إذا 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 فتح مثل هذا المكان وأتوقع البرنامج اللي سوته جمعية الثقافة والفنون هذا كمقدمة يعني يوم خميس وجمعة خلاص أنا أخذ بناتي أخذ أولادي وأروح أروح فيهم الجمعية لأن في عرض مسرحي لكن هنا السؤال اللي راح أدخل منه بمدخل إلى سؤال للفرقة إلى أي مدى العروض اللي تعرضها الفرق يعني تلقى قبول من في المجتمع سؤال يعني أين تجد الفرقة نفسها وإلى أي مدى تقدر توصل العروض الاجتماعية لجميع أبناء المجتمع بدون ما يصير هناك نوع من يعني صح التعبير عدم التناغم يعني هل المجتمع يقبل بالرسالة اللي أنت تريد توصلها الرسالة التجريبية في الفن التجريبي العروض التجريبية لأن أنا لاحظ حتى بعض الفنانين يمثلون في العروض التجريبية هو مفاهم الجمهور هي المصيبة يعني ربما هذا محتاج إلى جواب كبير يعني الفنان نفسه قاعد يمثل ويؤدي دوره هو ما يدري وش يقول مجرد أنه تلقين من قبل المخرج صح يؤدي دوره بقوة ويعني يحسس المتفرج أنه قاعد فعلا يؤدي دور يعني حافظنه وعارفنه لكن السؤال يعني إلى أي مدى أنت تقنع الجمهور اللي قدامك مع العلم أن في كثير صح من أبناء يعني الجمهور العادي يفهم. وياسر سويت حماس شوي شيء زين صح بالنسبة لتساؤلك الأول أو طرحك أن نجحت مثقفين أو لا وياسر بالعكس أنا أتألم من أجل الجميع. وتألمت من أجل الجميع وقلت إن في حالة تفككين ما علم يعني ولا ننكر مجهودات اللي قام بالوعي الثقافي أو الرحلة الثقافية ولكن في مكان محدود نحن نتكلم في طرف كبير ولا أحب هذا الطرف بس إن نخص فينا كمحافظة الخطيب والمتقشمية أتكلم عن حتى على مستوى المملكة وين المسرح في الإعلام نشوفه شوف مسرحيات موجودة هل فنانين من المسرح كم طلع عندنا مقارنة يعني مثلا بمسرح الكويت الدعم الإعلامي اللي حصله
والدعم الفني والمنو الثقافي لا نذكر يعني. عندنا فنانين ماتوا ولا حرفهم اليوم ماتوا، والمراكي هذا أحد المكرمين وكانت جورة باسمة ما عندنا اليوم ماتوا، واحنا أقرب الناس للمسرح، وما بالك المثقف العالي والإنسان العالي بعيد عن جانب المسرح. تقول لي ان احنا نحب المثقفين او الامور، لا ما في تواصل، هذه حقيقه. هذا الشيء ما احد يقدر ينكره، ولا ينكره وجاب الاثنين مستعد لنص الطريق. ما في هذا جانب يعني ان تعادل، واحنا اساسا انا اتالم طرحت تالمي هذا بياسر. انا واحد المسرح ولد من ولادي، لكن انا في الموسيقى في الشعر في جميع الجوانب الثانية في الرسم، كل هذه الأشياء أنا أجلس مع يعني زي ما أجلس مع ككاتب قصة، أجلس مع فنان مع خطاطهم وأشوف تعلمهم وأشوف الجوانب هذه وأوصلها وأجي أقول يعني على أساس إن أوصلها لكم يعني في هذه المنتديات، وأوصلها منتديات يعني على أساس إن مو بعد الرحلة أو أثناء الرحلة سوينا شيء وما بعد الرحلة وين رحنا؟ قليل التحقيق الله يستمر. هذا الجانب السيء في مجتمعاتنا، لا توجد أو لا يوجد تخطيط لمراحل. الآن شفنا يعني بعض البوادر الجيدة، مثلاً لما نشوف مثلاً مهرجان ترانيم في ما قبل وبعد تخطيط، يعني في أشياء من هالجانب هذا. مثلاً الوعد في تواصل نوع ما، ولكن مشكلته يقوم على يعني مجهودات فردية بدون دعم مادي، بدون دعم فني، بدون اماكن، بدون محاصرين، اقل شيء قال لك تعال وش تسوي انت وش تعمل. فهذا يكفينا نتكلم في قبو الان يعني هذا الشيء ليش ما نفتح على الاخرين اكثر؟ هذا جانب مهم. ما عندنا يعني قليل منا مثلا كفنانين، احنا نعرف الفنانين اللي في جده ولا في الرياض ولا ما نلتقي فيهم الا مره يمكن في رمضان او مره في العام او حاجه، خلاص في متاهه للتواصلات. هذا الشيء محتاج لمجهود، محتاج لعمل على اساس انه يتواصل الشباب. هذا الجانب. الجانب الخط الفني في فرقه الافان بين التجريب وبين العمل الاجتماعي او المسرح الاجتماعي. طبعا فرقه الافان لها اهداف وخطوط عريضه، لكن ربما لا تتصارم هذه الخطوط مع بعض. يعني المسرح التجريبي من خلاله حاولنا، او بالذات يمكن تجارب اللي خطت انا في الاخراج، حاولت ان افرح نوع او هاجس او هم جديد، ان احاول ان من خلال المسرح التجريبي هذا المرغوب عند العامه والناس العاديين انه يكون مقرب لهم. هدف رئيسي يمكن يعني يسكن خاطري ان احاول ان الناس تلتف حول المسرح باي طريقه، بحيث ان من خلال هذا المسرح المرغوب التجريبي طعمنا باشياء كثيره من هموم المجتمع، طعمنا بالكوميديا، طعمنا بالحركات او الايماءات البسيطه اللي يفهمها الطفل البسيط والانسان العادي، بالاضافه لا يخلو من كون عمل فيه تجريب وفيه شغل يعني حركة بصرية ومن جوانب هذه اللي يشتغلون عليها أهل المسرح بالذات في التجريب. المسرح الاجتماعي أيضا اشتغلنا عليه بحيث إنه يكون يعني يوصل رسالة للجميع، ومو رسالة قد ما هي تكون طرح لقضايا ومشاكل. تعال يا مجتمع يا عالم شوف قضاياكم ومشاكلكم. هذا باختصار بس بالنسبه لسؤالك. احسنت. اعتقد ناخذ فاصل يعني بعد، تفضل بعد اذا في اسئله. هذه الان مستحيل خاصه. هذا رجع خرج الشيء وين اصلا؟ شعلة وقودها الدماء في ليلة عاشر من محرم، أتوب بالحسين أيضا في العاشر من محرم. خبصة وأيضا مسرحية أطفال كانت تقدم في نفس الفترة. الفنان حسين يوسف للأسف ما كان موجود الآن يعني بسبب تواجده في العمل في الإمارات. هذا خلف الكواليس في مسرحية خبصة. خبصة؟ خبصة يعني.
الفنان محمد سبع من مؤسسين الفرقة أيضا، جانب من الحضور في أحد الليالي، رجال ونساء أيضا يحصلهم عازل، الأخت أم مسلم و من مسرحية خمستين أيضا. شوفوا النخل خلف المسرح مكشوف طبعا. هذا الصراع بين الحريم والرجال في المسرحية. استانسة والحريم هذا. هذا من مسرحية شباب 100 100، كانت تناقش قضية دار العجزة والعمل الخيري في المنطقة. الفنان ناصر عبد الواحد. الفنان عبد الله رمضان. وهذه بعض الأعمال الحسينية. حسين وناصر. هذا حاسيكم حسين يوسف أيضا. مع السيد الشيخ ماجد. هذا من أعمال الأطفال، البحث عن كن وهذه المقارة السحرية. كانت تعرض على خشبة مسرح أرامكو. هذا البحث عن كن. هذه من بروفات مسرحية من تشاركة في المسابقة، مسابقة مسرح مفتوح. البروفات كانت في مزرعة طبعا، مزرعة زميل محمد. لكم تتخيلوا الجو داخل النخل كيف يكون رطوبة. هذه الجوائز اللي نالت عليها المسرحية. المشاركة في القنصلية البريطانية في الفرقة أيضا، أعضاء الفرقة في مهرجان البحرين. هذه مسرحية من في العرض طبعا أيضا. من طبعا مسرحية من نالت أكبر جوائز المسابقة في المسابقة الأخيرة، أفضل مخرج، أفضل ممثل الثالث تقريبا، وأفضل عرض متكامل. الفنانة نور المشامع. هذا من عرض النفس بمسرحية من. أعتقد كثير نستقبل بعض الشغلات. الأخ هيثم، الأخ محمد، زملائي تكلموا على بعض المعوقات اللي هي موجودة والصعوبات اللي هي موجودة، ولكن برضو إحقاقا للحق نريد نتكلم ببعض الإيجابيات. طبعا صعوبات ما قصروا الإخوان يذكروها، ولكن برضو نريد نشيد ببعض الجهات اللي دعمت الحركة المسرحية في المنطقة، على رأسهم طبعا جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام، واللي تقوم بإثراء الحركة المسرحية في المنطقة. كذلك على مستوى سيهان كل لطيف، برضو كانت هناك حركة حلوة قام بها نادي الخليج والقائمين على نادي الخليج بإضافة المسرح ضمن مهرجاناتهم، مثل مهرجان سناب الخير واكيد الكل سمع به، ومهرجان الوفاء اللي عرضنا فيه خمسة وخمستين. كانت هذه كلها ايجابيات، يعني كانوا متعاونين معنا، اعطونا الفرصه ان احنا نقدم اعمالنا المسرحيه تحت مظلتهم الرسميه نادي الخليج وجمعيه السيارات، ومشكورين يعني على هذا الشيء. كذلك على مستوى الجهات الدينية، موقف الإمام الحسين
ما زال داعم لنا وما زال يحرص على أن يقدم أعمال في كل سنة. كذلك مشكور بهذا التعاون معه. أيضا من ضمن الشغلات الصعوبات اللي ذكروها الإخوان أو تطلعها، إحنا بلا شك كفنانين في المنطقة عندنا تطلعات وأفكار مستقبلية وتكون كبيرة شوية عن جو المسرح. أنا قبل بس أسبوع كنت أتكلم مع أحد الزملاء من ضمنهم فنان القدير ماهر الغانم، إن ليش ما نقدم عمل تلفزيوني مسلسل كده بشكل بسيط ويعرض في القنوات. عندنا ما شاء الله نسوي فضائيات 10 قنوات شيعية، لكن ما فيها أي نوع من أنواع تستقطب أعمال فنية، وعندنا حركة فنية في المنطقة ما شاء الله. فكنت أنقل الهم والهاجس للأستاذ ماهر، وكانت المشكلة هي الدعم، إن ماكو دعم في المنطقة. أتوقع زي الأعمال على مستوى الفضائيات، الدعم من المؤسسات ورجال الأعمال راح يستفيدون بشكل ملحوظ وكبير كدعم. فالأفكار كثيرة، الأفكار كثيرة، لكن هي تنقصها الدعم المادي بشكل كبير والمعنوي. هذا بس. عبد الله جفار مثل المسرح. يعني غياب المسرح الظاهر أو ما نسميه عن المسرح الثقافي في المملكة العربية السعودية للتأكيد هو غياب ملحوظ. يعني الآن لو أنا بسأل سؤال، كم من المسرحيين موجود وكم من المثقفين موجود، ستجد المسرحي بلا شك هو من يشكل هذا التجمع، يعني بحكم خبرتنا في وجودنا في المنتديات الثقافية والفنية. بالتأكيد هناك غياب في ذاكرة المثقف للمسرح، وهذا شيء طبيعي لأنه لا بالمدرسة ولا بالثقافة ولا بتكوين المسرح كظرف من ضروب اللغة موجود في ثقافة المثقف، سواء من خلال الجامعة أو غيرها، ما موجود من الابتدائي والمتوسط. فشيء طبيعي، هذه مسألة يعني محسومة. الشيء الآخر اللي حبيت أقوله بأن الفنان المسرحي يتحمل جزءاً كبيراً من انتشار الثقافة المسرحية في المجتمع. تأكد تماماً لا رجل الدين ولا المثقف ولا السياسي تظهر من حقيبته أو يظهر من حقيبته نص المسرحي. الفنان المسرحي هو من يمتلك هذه المبادرة، الكاتب المسرحي هو الذي يمتلك هذه المبادرة. إذا آمن بأن جهده في هذا المجال سيكون بيد رأس المال أو بيد أي إطار مرجعي آخر فسوف لديه الأدب. مسرح الشارع موجود، البنية التحتية لا يمكن أن تكون عالق أمام الممثل، الدعم المادي لا يمكن أن يكون عالق أمام الممثل. الظاهرة الاجتماعية المتخلفة بكل ضروبها الدينية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن تكون عالقا لدى الممثل، لأن الكوميديا والكوميديا أيضا السوداء هي طريقة أيضا لكي يدخل إلى عقل المتلقي. وأنتم شفتم يعني حينما فرضتم في بعض مراحل الزمن، يعني الأستاذ ماهر وهناك من الفرق الكثير كانت ترفض حتى الموسيقى. أنتم من فرضتم الموسيقى لكي تسمع، لابد أن تؤمنوا بهذه القدرة لدى الفنان المسرحي. فأنا بالضبط من أن تتجه اتجاه آخر لكي تكون قناة بأي مستوى كانت بأي ضرب من الانتماء الذي تنتمي إليه لن تكون بوابتك للدخول إلى عقل المشاهد المتلقي الموجود. هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها. والآن ضمن إدارة المرجع المسرحية في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ابتدأنا نحصد ثمار هذا الجهد سنوات طويلة، والخمس سنوات بمجهود فرقة أفهام، بمجهود مجهودكم أنتم، مجهود الفرق الأخرى، استطاع المتلقي في السعودية
أن يذهب إلى ذاك المكان وليكون معلما من معالم الترفيه وأيضا تلقي رسالة معينة من قبل هذا المسرحي أو ذاك. فهذا الذي أريد أن أقوله وأتمنى لكم. يعرض في كل أسبوع كتاب، في هذا الأسبوع الكتاب هو فقه الشريعة والحياة تأملات في النص والواقع. هذا الكتاب يعرض أحد كتب سلسلة القرآن نور، سلسلة نصف سنوية تصدرها نعم أو رئيس تحريرها المشرف العام عليها الشيخ عبد الغني العباس والشيخ فيصل العوامي ورئيس تحريرها حسن آل حمادة. الكتاب موجود في المنتدى للبيع. إذا كان في سؤال أو نختم. أرد على أستاذي الشباب ما قررت عليه ولن أستاذنا كبيرا الذي على المسح دائما أنا يعني الجميل الباقي من المهدي هو النقاش والحوار وعملية التفكير. هو الآن دائما يزرع فينا بذات أن الغالي ناس اشتغلوا وعملوا بس الواقع شيء وكلام المهدي شيء ما عليش اسمها يقول لا سوون وما عليهم اشتغلوا احنا ما بصيرهم عملنا عمل يعني قد جات العواقب وتجاوزناها بس احنا نقول أخر. إحنا لما ننظر العالم وأنت واحد يعني سافرت معك لما أماكن كثيرة مثلا وقفنا على مسارك الجزائر مثلا ما حسيت بالغلطة وحسيت إن أخر عندنا مسرح مثل هذا وكان سوينا كان أنت يعني هني لما جيت تسوي مسرحية عانيت حتى تلاقي بقع ضوئية، البقع الضوئية هذه تنباع ببلاش ما كنت عندي بقع ضوئية يعني يفهمون هذا المسيحيين أكثر مالج. ولكن يظل فينا عن الخاطر من الشعب نقول لو كنا فقراء ما يخالف بس عندنا الشيء عزف الخاطر. أضيف نقطة بس أستاذ الكبير أبو مهدي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مريض فقط أفان يعني دولة المواجدة لما استطعنا نتكلم بهذا المايك يعني بدون ما أقدر أوصل كلامي لكم. إذا أنا أحتاج لهذا المادة يعني أحتاج أن أنا أشتري هذا المايك عشان يسهل علي إيصال الرسالة لكم، فلذلك نحتاج المادة حتى ولو كان هناك مسرح فقير. المسرح الفقير مثل من شوي شفنا مشهد لما قلت لكم في القنصلية مثلنا بدون صوت، مسرح صامت، مسرح فقير بأخيار كانوا الشباب ينفلوه يعني فيها، وكنا في صراع حد المثل اليوم هنا والله لا واتفقنا على بس هذا الشكل من الأشخاص. شكرا مرة ثانية ماهي حسين على ابن المحسن فرقة المفاتيح. الأخ ناصر تطرق إلى الأفلام القصيرة، احنا لاحظنا بعض الفرق لما تطرقت للأفلام القصيرة راجعت شوي في العروض المسرحية، فهل هذا معناه ان احنا ما راح نشوف فرقة آفان زي ما الحين قاعدين نشوفها؟ تجربة الأفلام فكرة من زمان نفكر فيها ومن زمان قاعد تحوس في راسنا. احنا ما نريد نقدم اي شيء بدائي، عشان كذا احنا ما زلنا من فترة ما تقارب 3 شهور او شهرين تقريبا واحنا قاعدين نراقب الحركة السينمائية او الافلام الموجودة في المنطقة. احنا نريد نكمل ما توقف عنده الاخرون. بالنسبة للمسرح ان شاء الله انه ما يأثر، بالعكس احنا المسرح هو الاولوية الاولى في اعمالنا. احنا نعشق المسرح في دمنا كل واحد مسرحي. لا يمكن ان نقدم اي جانب اخر على جانب المسرح، ولكن برضو بلا شك اكيد تتفق معي الحضور ان جانب الافلام القصيره او السينمائيه تقدر تشوف نفسك فيها وتقدر تطرح افكار ما تقدر ممكن توصلها على خشبه المسرح من ابهار التقنية والتكنولوجيا هذه في الشغلات.
ما زلنا يعني ما زلنا نطبخ على نار هذه الفكرة، فكرة الأفلام القصيرة، إن نقدر نقدم شيء جديد ويضيف للحركة في السينمائية راح نقدمها، أو إذا ما لقينا إن نقدر نضيفه راح نتوقف ونظل على المسرح. الاسم عن التركي من مريان ساهر، محب للمسرح، من جمهور المسرح، من وحدة الأنشطة والبرامج بمسجد الحمزة عليه السلام. شكري وتقديري للجميع وفرقة أفان، وبالخصوص الإخوان اللي ما حضروا والحاضرين والغائبين، محمد السبع والحسين اليوسف، الكلمة الأبوية اللي قالها أبو مهدي عبد الله الجفان صراحة كلمة جدا قديرة، وأتوقع أن الإخوان الواحد يحط وسام على صدره. شكري للأخ المثقف إذا كان يحب الكلمة هذه، شكري للجميع. سؤالي اللي أنا ألاحظه في الوسط المثقفين أنهم أو فرقة أفان، ما أدري هل عندها لجنة إعلامية قاعدة تفكر كيف تخترق الأوضاع اللي قاعدة تصير، المعوقات، الظروف، زي ما قالوا في كلمة قالها الميثم وحبيب، لأن قال حق قارنها مع كرة القدم مثلا، مو مسند هذا المزيان ولا شيء، هل ممكن تقارنها مع كرة القدم؟ كرة القدم لأن الإعلام اللي فيها قوي، لأن الإدارة اللي فيها قوي، لو كان عندنا إدارة قوية في المجال الثقافي وإعلام قوي كنا نقدر نوصل. يعني حتى مثلا لما تفتح جريدة، على سبيل المثال بختم كلامي، أنت تشوف الثقافة تكون في آخر الصفحة. لو قدرنا إن إحنا نخلق طارق في الجريدة نقدر نخلق طارق في المجتمع. وشكرا وتقديري مرة ثانية. حياك الله أخوي علي. طبعا مع الكلام مع بدايات من الفرقة يعني. طبعا بالنسبة للجانب الإعلامي للفرقة أو للعمل المسرحي، يعني أتفق معك بشكل كبير، طبعا نحتاج للجانب الإعلامي بشكل كبير. لذلك حاليا مثلا فكرة الدخول لعالم الأفلام السينمائية هذه خطوة ممكن تخدم المسرح أيضا. يعني للأسف احنا عندنا فنانين بمهارات عالية، بموهبة عالية، بإمكانيات عالية، ولكن للأسف ما حصلوا فرصة الظهور على مثلا شاشة التلفزيون. شاشة التلفزيون تعتبر من أفضل الوسائل الإعلام للمسرح لو تم استخدامه، والدليل على ذلك يعني لكم أنكم تسمعوا بس مسرحية لفلان الفلاني من الممثلين المعروفين في التلفزيون، وتشوف القاعة ايش كثر تمتلي، يعني بسبب ان وسيلة الاعلام هذه هي يعني اختصرت مسافة طويلة جدا. الان احنا مثلا صار لنا 8 سنوات من تأسيس الفرقة، فرقة مواهب كم سنة؟ 15 سنة ولا 20؟ زين يعني قاطع شوط طويل، ولكن لو سألنا سين سؤال في المنطقة هل يعرف فرقة افان؟ هل يعرف فرقة مواهب؟ اللي راح يعرفها العدد القليل الموجود حاليا، نزيد عليهم 30 شخص تغيبوا بسبب اختبارات مثلا، اوكي يعني يظل على القليل، نظل على القليل. لذلك ان شاء الله اخوي علي خطوه الافلام السينمائيه راح يعني تساعدنا بهذا الجانب، وندعو ان المستقبل شوي يعني صفحه الثقافه الجديده تزيد تصير صفحتين، ما يخرج منهم اعلام ياخذ نصها ايضا. ان شاء الله الواسطات في الاعمال التلفزيونيه شوي تقل، وينظروا للمواهب الحقيقيه، ياخذوا الفنانين الحقيقيين، الفنانين المسرحيين، بحيث انه بعد ما ينعرف هذا الممثل المسرحي على شاشه التلفزيون وينزل اعلان صغير كذا يعلق على بقاله النور في بيت ماهر الغانم، يصير هذا الشخص المعروف اللي شفناه في الاعلام مطلوب جماهيريا، اذا راح نخدم المسرح. هو الاعلام بكل ما تعنيه الكلمه وكل ما تعنيه من تكاليف ايضا، الاعلان المدفوع في الجرايد، والاعلان اللي يعلق في الشوارع، الاعلان البنرات الكبيره والاشياء الثانيه هذه. اذا اتفق معك اخوي علي، واعتقد الجميع اتفق معنا هذه النقطه. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فرقة أفان على حضورهم ومشاركتهم.
شكرا هيثم، شكرا محمد، شكرا ناصر، وايضا نشكركم ايها الحضور الكرام على تشريفكم لنا وتحملكم على الحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.